الام بي سي هم اللي انتجوا العندلي، وكانوا عايزيننا كان ناصب بجد يعني، معلش انا بقول الكلام ده لانه كان كده فعلا. استحملنا يا جماعه الكلام ده. ان احنا ندور على اللي شبه عبد الحليم حافظ في الدول اللي حوالينا كلها، يعني شمال افريقيا وحوالينا الدول العربيه وكده، وفعلا عملوا كده، قرروا ان احنا نروح دول كذا وكذا 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 ونختار ناس من هناك يعملوا عبد الحليم ومن مصر. فانا الحقيقه لقيت واحد شبه عبد الحليم 2005 $30 مليون من الاعلانات اللي كانت دي. بنتكلم عن المسابقه اللي كان اسمها العندليب. المسابقات دي كلها وانا شادي شادي وقلت له انت ما بتعرفش تمثل ومالكش دور التمثيل، اقول لك عليه تعمله وانت مش هتمثل في حته ثانيه، ما حدش هيختارك، انا جايبينك عشان عبد الحليم حافظ بس. وابتديت اشتغل في العندليب، وكان اهم جزء في العندليب بالنسبه لي حب جمال عبد الناصر. انا اتربيت يعني وانا صغير كبرت في وجود جمال عبد الناصر، وانا كنت بعشق جمال عبد الناصر جدا وبحبه جدا. جمال عبد الناصر بالنسبة لي أو بالنسبة لمصر يعني اللي عارفينه كويس بيعشق المواطن المصري وبيعشق مصر كمصر يعني. فأنا الجزء اللي عملته جبت فيه مجدي كامل عشان يعمل جمال عبد الناصر، والإنتاج اللي كانوا مع الام بي سي رفضوا إن أنا أجيب مجدي كامل، فرحت جايبه وعامل له شعره، كان شعره طويل، رحت قص شعره ومقصره وبتاع وقعدت أصوره وعلقت له صور كتير جدا في الديكور.